ماذا كانت قصة المرة الماضية؟ نعم، كانت القصة عن المدرسة الممتازة التي ترشد الطلاب بمحبتها، وأتطلع إلى معرفة الشخص اللطيف الذي سيظهر اليوم. هل نستمع إلى القصة متطلعين إلى معرفة الشخص الذي سنقابله مع الملاك؟ هنا مكان رسامة تمارس الرسم فيه. واو، الرسومات جميلة جدا. مرحبا أيها الرسامة. مرحبا، فرصة سعيدة. هل تحبين الرسم؟ ما رأيك أن تجربي الرسم؟ نعم، أحب الرسم جدا. واو، أنا متحمسة جدا. لماذا أصبحت رسامة؟ منذ طفولتي كنت كلما أرسم حزني كان يتحول إلى فرح، وأصبحت أتمنى أن يفرح الناس الذين يشعرون بالحزن بعد أن يروا رسوماتي. كان حلمي أن أعطي الأمل للناس برسوماتي. نعم، عندما أنظر إلى رسوماتك أشعر بالفرح في قلبي. هيا نرسم الرسامة والبنت. هذه مريلا.
هكذا شكلها ماسكة الفرشاة ترسم رسما، وبالوصل نرسم لوحة الرسم. هكذا رسمت جانب الرسم وسمت الدعامة. هنا أيضا أرسم الجانب بشكل خفيف. والآن لونوا بحرية. يا أيها المدرسون، أرشدوا الأطفال ليلونوا بحرية. We'll be right back.
ترسموا داخل هذا الرسم بشكل مختلف، أليس كذلك؟ قد اكتمل كل شيء يا أعزائي. كيف كانت محاضرة اليوم؟ بالنسبة لي أشعر بالمتعة والفرح عندما أرسم معكم يا أصدقائي. هل تشعرون بالمتعة أيضاً؟ منذ طفولتي كان حلمي أن أكون رسامة، ولم أستسلم حتى الآن فأصبحت رسامة هكذا. وأنتم يا أصدقائي بالفعل رسامون ممتازون، لأنكم ترسمون رسومات لطيفة. أنا أتطلع إلى رسوماتكم اللطيفة. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.